أطوال نهر النيل آمنة أحمد محمد أحمد المكي مواطني الولاية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك لدى زيارتها التفقدية لعدد من المؤسسات الصحية والخدمية، شملت المستشفى العسكري ومستشفى عطبر التعليمي ودار حماية الطفل ومستشفى النساء والتوليد والشرطة، بجانب زيارتها لكل من سجن الدامر الاتحادي ومستشفى الدامر. وخلال الزيارة تعرفت على طبيعة العمل بتلك المؤسسات والمشاكل والمعوقات التي تعترض الأداء، وعزت آمنة تراجع وتردي مستوى الخدمات إلى سوء الإدارة والفساد، وقالت لا بد من تكاتف الجهود وتنسيق الأدوار المشتركة لكشف مواقع الخلل والعمل على حل كافة الإشكالات بتلك المؤسسات، وطالبت الجهات ذات الاختصاص بالتبليغ الفوري عن أي نقص في الخدمات التي تتعلق بحياة المواطن للتعامل معها بكل جدية والعمل على حلها في وقتها. الحاجة اللي عايز نقول الليلة بدينا المعايدة دي كأول مشوار نعمله، يعني زرنا السجون وزرنا اثنين مستشفى، يعني أوضاع يعني حزينة بسبب سوء إدارة بسبب فساد، ده جزء آخر أصله السبب ما قلة مال غايته الحي اللي أنا شايفاه، ما المسألة مسألة نقص في الأموال، سوء إدارة وسوء وفساد باختصار. يعني خير مثال هسه دخلنا مستشفى الدامر دي هنا، يعني اقول شنو غير انه انت بس مفروض تغير كل الحاصل وترتبه وان شاء الله المسائل تتحل، ونتمنى انه الناس تتكاتف معانا وتتعاون واي مشكله يوصلوها لنا.